FM. الكلمة ليك. فيتور ستار. فيتور ستار كينغ باي مرحبا. مرحبا بك عايز. أهلا وسهلا بيك سيدي. كينغ باي من منزل تميم 21 سنة. باك. إن شاء الله ربي معك. تكنيك. دونك انت رابر و كومبوزيتور حلوه برشا الحكايه معناها انت تكتب وتدندن شنو تحب تكتب على نفسك تيب تلقى الريم نتاعك ومورك سانك سانك موزيكا نعمل هنا كل شيء معناها نقعد في الاستوديو نخرج موزيكا وحدي باهي قبل ما نبداو هكا نحكيو على الموزيكا وغرامك دونك باش نسمعوا حاجه وربينا يستر فري ستايل معك انت وبالمناسبه معناها بين ظفرين اللي رابور اللي يسمعونا الكل واللي عندهم برشا ميساجات معناها بعثوهم وممكن فما ميساجات تكتفينا بفيو معناها فيو كو الموزيكا درتي برشا خلينا فيو كو فيو كو دونك تنجموا تجيو بحدنا مرحبا بكم الناس الكل انا مانيش وصي على الذوق العام معناها مش انا نحكم هذا يتعدى ما يتعداش ولكن فما مستوى معين في الحصه ما نحبوش نطيحوا عليه دونك نحاولوا نختاروا هكا انا ومعز وجماعه مرحبا بكم هو ميكرو ليبر مش ليبر برشا برشا ليبر محترم عرفت حسيلو ما عليناش دونك كينغ باي الموزيكا من عند بلال والميكرو ليك انت كينغ باي كاب ميوزك Yeah, Kappa Fam. ديما القدام الناس يباسي نعيش بين أهلي وناسي نعيش الراس ديما مرفوع شي خد زي كم ما تناسي في بلاد نعيشو نفسي نفسي شكون باش تلقى فمك يتسكر جامي تتكلم سينو تاك العصا كيب يا هيد اب زي كافي مخي تحليلي عايش في تونس مع لبالي تتتاير ديما الفوق كيب يا هيد اب موزيكا مسخة قاعدة تدور قداش من ام سيرها ومحقور حس روحو مخنوق ثورة انتخابات مزورة فلوس تحت طاولة شدوا بها الدولة زوالي ما يعيش تونس بلاد لي ريش شبعونا كذب كلام يزي ما تحكي ليش عالوضع ماني راضي حب نبدل الماضي حب نعيش لباس ما نخسر حياتي عيشوا في بلاد ظلام كثرت فيها الأفلام حد ما هو فهم والو تسمع برسا كلام Yeah Come on King boy cap music Yeah كالعادك كل نهار يا ربي العمل عليك انستغرام فيسبوك وقت اللي تعلى عينيك تعملهم قدام المرايه ساعتين ما تكفيك تصويره سيلفي تبيس بها عاللي دايرين بيك تحكي مع ميمي ميسنجر واتساب موزيكا في الكيتافون تسمع برشا ديب وراب مريقها من الاخر على الاخر كل يوم لوك جديد تلبس كيما المليونير وما عندك شي في الجيب شلن مع شلة كل يوم ركز في بلاصه مخك داير ديما الفوق قول عليك تخدم في النازم على بالك بالدنيا تحب تعيشها وانت صغير تعمل اللي في بالك عادي واللي يصير يصير زوالي وتحب تعيش كتجيك الفرصه ما تراتيش طفله واحده ما تكفيش دي الحكايه ما تمشيش لازمك تكزيستي تولي كابو بين اندادك الناس تشوفك رياح والقافز بين اصحابك Come on, King Boy, got the music. King Boy, يعطيك الصحة ميرسي. شفت 700,000 واحد يصفق مش تقول اثنين ولا كيف باي هو الفريستايل نتاعك مقسوم على دو بارتي يعني. محلاها البارتي الثانية نايسك مش معناها خايبة البارتي الأولى ثانية فرحانة أما الثانية الأولى بليتو فيها كلام أنا ظهر لي اللي هو خطير ما نعرفش خاطر رابر كي يقول كلام نورمال يكون مسؤول على كلامه هكا ولا مثلا كي قلت أنت انتخابات مزورة اللي حسيته أنا حكيته معناها مش بالاحساس الحكايه مش مزوره مزاره مش تزور بطريقه اخرى معناها مش مزوره في السنه هذه تحكي على الفوتو تيل ولا فازلك سلكت الكاميرا وتو باهي قلت ما نحبش نعيش في البلاد بالافلام نحب نعيش الواقع نحب تعيش الواقع فوالا هي الافلام تهربنا من الواقع ساعات كي يكون الواقع ما هواش بالافلام نهربوا شويه نحلموا كوا مي ما عليناش في هذا الكل دونك انت رابور كومبوزيتور 21 سنه قلنا باك من منزل تميم وعندك استوديو نتاعك كاب ميوزك اللي انا شفته حلو برشا معناها تكنيك نحسك من برشا بالموزيكا معناها
حسيت الباك عجله خامسه قال لي بارون مش يسمعوا فينا ماني عامل جوك استوديو نتاعك وديكارك ودنيتك موزيكتك كومبوزي حاجه عشتها من الصغر وكبرت معايا زمس انت من 2008 تغني راب وي بريسك كنا نحكيوا كي على على لي دات اللي تحسهم انت من 2008 لتوا فيهم برشا برشا خدمه 2011 و2010 موزيكتك تتعدى في راديوات كبار كيفاش بديت الحكايه الكل من الاول كيفاش بديت باش توصل انت موزيكتك في 2010 2011 معناها سورتو 2010 مش هي موزيكا تتعدى خاطر فما راديو نص وقتها حاجه هكا فهمت كيفاش كيفاش بديت بديت بحكم بابا يعزف في العائله تخلقت في حاجه اسمها موزيكا شنو يعزف الوالد يعزف اوركا وتابعت وانا في الموسيقى من بعد بديت نكتشف في الموسيقى الاخرين تغرمت بالراب انا حاجه حبيت نكمل فيها وصلت الفتره وقفت مع نجم قادم في الموسيقى مشيت قريت كونسرفاتوار في قليبيا تنجمت نكمل خارج موسيقى اخرى اي مهم برشا باش تكومبوزي لازم يكون عندك لازم تكوين اكاديمي في الموضوع عملت بيانو في قليبيا حاجه نجمت نقدم بها ما عاونتني برشا في الكومبوزيسيون في الارونجمون جينيرالمون لي رابور الكل ياخذوا انسترومونتال معناها يوتيوب يبدا يبربش هكا على حاجه مش مسموعه شويه قليل باش تلقى شكون عامل خادم الموزيكا نتاعو قليل رغم اللي عندنا دي بيت ميكر في تونس برشا برشا يخدموا موزيكا مزيانه علاش علاش ما يتعاملوش معاهم ممكن مشكلة فلوس معناها لين الخساره معناها تقول انت موجود الشيء على الانترنت علاش انا باش يعني مش حاجه بروفيسيونيل باش ياخذ موزيكا من الانترنت لازم حتى تهبط على اليوتيوب يسني عليك وتتنحى موزيكتك يعني لازم ماني اللي رابور من قدامي يخمو باش يخدموا موزيكا موزيكتهم عندي اللي بيت ميكر باهي دونك انت تكومبوزي موزيكتك تكتب كلامك تعمل في في اغنيات شنو هي المواضيع اللي تحب تقول فيها؟ مواضيع لازم حاب نحكي على الواقع معناها الحاجات اللي نعيشهم كل يوم سواء باهية سواء خايبة معناها ستيل في اليومي معناها اليومي الباهي والخايب اعطيني شوية من الباهي مثالش الباهي اللي معناها الصغر اللي نعيشوها احنا فازيتنا الكل هربت انت تو الباهي نتاع اليومي نتاعنا شنو هو الباهي؟ باهي كونك نعيش مريق اللباس كون الكارجي في وقتها مروحة تطلع تاخذ كرسي مش مشكلتي كار انا كي نعيش بالموزيكا انا اسمع موزيكا نخدم موزيكا هذاك الباهي انا تلقاني شيء من بعد كيفاش كي تمشي تقضي تعطيه شويه موزيكا وتسقضي اي موزيكا تجيب فلوس نجم تجيب فلوس موزيكا نجم تجيب فلوس انا قاعد نبيع في موزيكا رابريت من سويسرا ومن فرنسا سافا ماشي سافا باهي ماشي الامور ماشي الحكايه الحمد لله باهي دونك طلعت في لي كونسير لايف كنا نحكيو في الاف حتى مع دي جي معز وباش يكون عندكم بروجرام طلعت لو 14 هكا 14 ما نعرفش حصيلو كنا نشوفوا لبرا المهم باش نسمعوا زوز اغنيات زوز اغنيات الاغنيه الاولانيه نسمعوها توا من بعد نرجعوا نحكيوا على شنو تحكي الاغنيه الاولى Living good, man, I'm the flyest in the neighborhood. Man, I'm the flyest.
best in the neighborhood. Neighborhood. من living good. عيس المخ مكلمي منركز معهم في الحسيد مزرمي من living good. عيس بقانوني خارج من حومة موسيقى دستوري من living good. موسيقى شيخة عيس أليس خذ من نصيحة من feeling good. ديما نغزل البيت همزتش معايا اليوم غدوة فمن نهار جديد هسيدي كنت أسمعنا فوضى سنعة زامي رجعنا ربي خلقنا والفن صنعنا واليوم ما كتشوف بغرام اسمعنا من living good. Doing good, eating good, yeah, yeah. Man, I'm living good, eating good, doing good, yeah, yeah. Man, I'm eating good, good, living good, good. Man, I'm the flyest in the neighborhood, neighborhood. Man, I'm eating good, good, living good, good. Man, I'm the flyest in the neighborhood, neighborhood. Man, I'm eating good, good, living good, good. Man, I'm the flyest in the neighborhood, neighborhood. Man, I'm eating good, good, living good, good. Man, I'm the flyest in the neighborhood, neighborhood. That's it, that's it. Yeah. We're eating good, we're living good, yeah. Drinking more than we should, yeah, yeah. I'm a living good king boy. مرة أخرى مرحبا بك، هذه موسيقتك حلوة الأغنية، يعطيك صحة. بعيدة على الشطر الأولاني تاع الفريستايل الأولى، عرفت قريبة برشا للشطر الثاني من الفريستايل الثانية. هذه الستيل اللي تلعبون انت، هذه الجو نحبوها. هذه باش نسمعوها بعد في مخنوق ولا لا؟ مش هو حاجة أخرى. عندك ستيل واحد ولا متلوج؟ تلوج انت بين؟ نتلوج، نحب ديما نعمل كل شيء والحاجة اللي تعجب العباد هذيك اللي نكمل فيها ان شاء الله. انت تعمل راب وتكومبوزي، شكون اقرب لك؟ في فترة الرابر ولا الكومبوزيتور؟ في فترة معناها بعدت على الراب برشا، قعدت جوست كومبوزي، مش حتى راب كا وغنية شرقي تونسي. كومبوزي في التونسي وغيره، علاش بعدت على الراب وقربت للارانجمون؟ بعدت على الراب عرفت ممكن لقيت فما شوية فلوس لقيت فلوس في الموسيقى، وما عرفت حسيت معناها وليت نطيش في الموسيقى جوست، معناها نطيش على اليوتيوب اسمها 2000 ليش بروموسيون، معناها تويك وليت الفيديو يعطوا سبونسوريزي على اليوتيوب وصلوا لبقى أكثر عبيد، معناها باش تكمل في الجو هذا. باش تكمل في الموسيقى ولا في الراب؟ في الزوز. في الزوز مع بعضهم، معناها لو كان الراب يجيب أكثر فلوس تمشي للراب. مش مسألة فلوس، معناها كلها موسيقى. أنت قلت فلوس من لون. لا لا أحكيك على كلها موسيقى، معناها باش تقعد ندور في الموسيقى، راب حاجات أخرين كلهم كيف كيف. باهي، أنت إن شاء الله نهار آخر معناها أنت عملت باك تكنيك هكا ولا من بعد الباك باش تقرا موسيقى ولا باش تكمل حاجة في التكنيك؟ باش نقرا موسيقى. باش تقرا موسيقى، من التكنيك للموسيقى. إيه. نكمل موسيقى ان شاء الله. نكمل موسيقى بعد نلقاوك بروف موسيقى تعلمهم دخول براون و كيكا تصورش تصور تلقاني في استوديو في حاجه هكا باش تختار معناها تقعد في موسيقتك. ان توكا عندك الاستوديو مزيان هذايا اللي هو كاب ميوزك هكا، دونك تبارك الله عليك منورني، انا نحب لي جون هكا برشا. وحدك عامل دنيتك العالم نتاعك، استوديو مزيان تكومبوزي تكتب وموسيقى حلوه برشا. قبل نخلي لك كلمه الختام، ما شنو تحب تقول؟ نحب نشكر اكثر ناس واقفه معايا اللي هما عائلتي، بابا وامي اخواتي، يعني ما بخلوش عليه بحال شيء، بس عملت موسيقتي سواء ماتريال سواء عاونوني برشا حاسيلو، صحابي كل اللي معايا في الاستوديو اللي جيو بحذايا اللي يسمعوا موسيقتي اللي حبوني ناس كل فوالا. ميرسي، يعطيك الصحة كينغ باي ضيفنا لليوم في فيتور ستار. كاب اف ام الكلمة ليك.